الآن تتحرك الرياح تسوق الضباب، فهو يهرع أمامها طائعا مستسلما لحكمة الخلاق المبدع، وهي تضرب صفحة الماء محدثة تموجات رائعة أخاذه، وهي تهز الأشجار فتسمع أعذب ألحان الطبيعة. تباركت يا خالق الجمال وملهم الإبداع. الحكيم يستفيد من الخطأ فيتحول إلى صواب. هنا جسر بني خطأً فتوقف إتمامه، فحولوه إلى مكان تصور فيه أشهر الأعمال الدرامية بأغلى الأثمان. تدبر كيف تجعل أخطاءك طريقاً لصوابات أكبر. بداية مشرقة لأسبوع جديد. أنت تصنع التاريخ حقاً، لا تظن أن صناعة التاريخ خاصة بالعظماء. كل إنسان هو صانع لتاريخه، وهو مبدع وناجح إذا أحب. يخيل للمرء أنه فعل شيئا عظيما، وهو كذلك إن أخلص وصدق، فالصدق يعطي أهمية مضاعفة للأشياء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويبقى العمل ضئيلا إذا قورن بما هو ممكن أو قورن بغيره، ووضع إلى جنب العديد الضخم من الأعمال الإبداعية العظيمة. التنافس الشريف في مصالح الدنيا ونجاحاتها محمود، وسبب في استمرار الحياة وتحسن أداء الناس فيها، وحدوث التنمية واكتشاف الإمكانات المخبوءة وظهور الإبداع. أوحي إلى نفسك أنك ناجح وموفق وسعيد، وتملك الطاقة والقدرة والإبداع. نعبر الحياة وفي دواخلنا أولئك الذين غرسوا زهرا جميلا في دربنا، والذين منحونا العزم لنتخطى الصعاب ونسير واثق الخطى، نشاطرهم الإبداع حرفا ولغة، ونمنح الشوق والمحبة والتقدير لتلك الأرواح المتفانية التي ارتبط مصيرنا بمصيرها. أعلى درجات الإبداع هو الإبداع اللغوي. هنالك من يصادر الإبداع لأنه يخشى أن يصادره الإبداع.